ومؤسسات الدولة المختلفة. الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة مساء الأمس نشر على صفحته على فيسبوك خبر بيقول أو قرار أو بيان بيقول أنه مجلس جامعة القاهرة قرر التطوع أو التبرع بي، وده اللي أمامنا على الشاشة، بمبلغ 20 مليون جنيه لمنكوبي السيول، و10 مليون جنيه لشراء أدوية ومستلزمات طبية، و10 مليون جنيه لدعم القصر العيني، و10 مليون جنيه لعلاج ودعم من مرضى الأورام وعمل قوافل طبية وإغاثة وغيره. الحقيقة أن الخبر ده كان يجب أن نتوقف عنده، كان يجب أن نتساءل عن مدى يعني السبب في هذا البيان أو هذا القرار الآن. والسؤال ربما الأهم الصراحة، من أين الميزانية؟ نحن جميعا نعلم أنه ميزانياتنا حتى في مؤسساتنا التعليمية محدودة للغاية. دكتور جابر جاد نصار، صباح الخير يا فندم. نور، اهلا بك يا فندم. يا اهلا بحضرتك، واحنا معانا على فكره في الاستوديو الاستاذ بشير حسن يا فندم. اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. اولا يعني الكلام اللي سعادتك قلتيه، اولا من اين نبدا؟ من الاخر، من اين الميزانيه؟ من لا، ليس من الموارد الذاتيه لجامعه القاهره. لا بقول الميزانيه منين، يعني الفلوس منين؟ ما انا بقول لك من الموارد الذاتيه لجامعه القاهره، لانه احنا اعلنا قبل كده ان الاصلاح المالي والاداري لجامعه والمؤسسه لجامعه القاهره الحقيقه حولها من جامعه مدينه بملايين الجنيهات الى جامعه غنيه بيتوافر لديها اموال كثيره جدا بتطور بها العمليه التعليميه وبتطور بها ايضا منشاتها، وايضا جزء من حضور الجامعه هو المسؤوليه المجتمعيه. اذا كارثه بهذا الشكل بتحل باهالينا في بعض المحافظات، قررت الجامعه التبرع بهذا المبلغ 20 مليون جنيه لمتضرري السيول، سواء كما ترى الأجهزة المختصة، إصلاح البنية التحتية، إصلاح مدارس، إصلاح طرق، أو إقامة إصلاح منازل المتضررين، أو تعويضهم عن زراعتهم التي فقدوها حسب الحاجة الفعلية التي تقدرها الأجهزة المسؤولة في الدولة المصرية. سوف يتم توجيه هذا المبلغ إلى المتضررين من السيول. أيضا تم دعم القصر العيني العلاج المجاني ب 10 مليون جنيه شراء الأدوية، نظرا للزيادة الشديدة في أسعار الأدوية ب 10 مليون جنيه و 10 مليون جنيه أيضا لدعم أدوية القسم المجاني في معهد الأورام، و10 مليون جنيه لشراء أدوية في مستشفى أبو الريش للأطفال. أبو الريش ده إجمالي 50 مليون جنيه. احنا قلنا النهاردة زي ما بقولك إن الإصلاح المالي والإداري على مدار 3 سنوات في جامعة القاهرة وفر ليها ما يوازي مليار و800 مليون جنيه بعد ما كانت جامعة مديونة. ولذلك النهاردة لا يمكن لمؤسسة زي جامعة القاهرة أن تقف مكتوفة الأيدي أبدا أمام هذه الكوارث الإنسانية. طبعا طبعا، وإحنا بندعو كل مؤسسات الدولة أن تتكاتف لمد يد العون لأهالينا في هذه المناطق، لأن ده هو التضامن الاجتماعي الذي نص عليه الدستور والذي أشار إليه ديننا. لابد كل واحد في مصر يحس بأوجاع أي مصري في أي مكان على هذه الأرض. نعم، أنا بشكر حضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل. أنا بقدم من خلالك تحية لمجلس جامعة القاهرة الذي اتخذ هذا القرار بالإجماع. ما كانش فيه أي صوت معارض يا فندم في المجلس؟ لا، في الحقيقة بالإجماع، وكانوا سعداء جدا. وكمان بشكر رد الفعل الناس اللي هي في الحقيقة كلهم يعني استقبلوا هذا الأمر بحفاوة بالغة. وإحنا بنقول النهاردة إنه جامعة القاهرة لديها تطوير جدي في العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بأنظمة الامتحان أو بالمناهج التي تدرس، بتشهد نهضة يعني غير مسبوقة. وده في الحقيقة
اللي حاسس بمردود ده اللي بيقوله مش جامعة القاهرة، اللي بيقوله الناس. وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك في تحية كل أعضاء مجلس القاهرة بلا استثناء، وعلى رأسهم حضرتك يا دكتور جابر. بس سؤالي الأخير، المناطق المنكوبة عشان إحنا دلوقتي في الأزمة الإنسانية دي هتبدأوا بإيه؟ أكيد أعتقد رأس غارب طبعا. النهاردة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية التي تقوم، يجب توحيد الجهد، مش كل واحد يشتغل لوحده. بالظبط. احنا النهاردة عاملين ثلاث قوافل طبية ضخمة عبارة عن مجموعات التخصصات المختلفة لأساتذة كلية طب القصر العيني وأساتذة كبار، وموفرين الأدوية وموفرين نازل من هنا ليه؟ نعم. وموفرين كمان الأدوية وغرف عمليات متنقلة. طيب. وهذه القوافل الطبية سوف تذهب ثم بعد ذلك تمكث هناك حسب حاجة هذه الأماكن. الأمر الأخير أن مجلس الجامعة كلف كلية التخطيط العمراني وكلية الهندسة وكلية العلوم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والجهات المختصة بوضع خريطة وقائية للسيول، كيف نتعامل مع السيول حتى لا تحدث الكوارث مستقبلا. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، مرة أخرى كل التحية والاحترام لكل أعضاء مجلس جامعة القاهرة اللي بالإجماع الحقيقة وافقوا وصدقوا على هذه القرارات وتخصيص هذه الأموال. هذا جزء من أو شكل مهم من التضامن الاجتماعي، هذا جزء مهم جدا من فكرة التكافل الاجتماعي. ده ربما جاي بشكل رسمي وغير رسمي مع بعض، يعني الدفعة الإنسانية، لأنه كمان لما تعرف أنه هذه الموارد هي موارد ذاتية زي ما الدكتور جابر قال، أعتقد أنها تستحق الإشادة. وتمنى أن كل مؤسسات الدولة وكل جامعات الدولة تحذو حذو جامعة القاهرة. حسنا أستاذ بشير، ناخد اتصالات الناس. طبعا، تفضل.